مبتسما وانسى ان هناك سوء حظ، لانك عندما تؤمن بقدراتك ستصل باذن الله. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من شبابنا والنعم، هذا البرنامج الذي يجمع الطاقات الايجابيه، الاحلام المتجدده والعطاءات الخيره، كل ذلك واكثر في شبابنا والنعم، فاهلا بكم. مشاهدينا، لازال اليوتيوب يحتل اهتمام واسع من قبل الشباب من بين منصات التواصل الاجتماعي. اليوم أيضا رح نتحدث عن قناة يوتيوب، أو رح نتحدث عن قناتين يوتيوب مع ناصر الخميساني. أهلا وسهلا بك ناصر. حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أحب أشكركم على استضافتكم لي في هذا البرنامج، وأحيي فيكم جهدكم الدؤوب في نشر مواهب الشاب العماني. شكرا لك حضورك في برنامج شبابنا والنعم ناصر. وفي البداية، اهتمام الشباب باليوتيوب، يعني صرنا نتابع قنوات عديدة في اليوتيوب، يعني لدرجة أن الواحد لربما يصل لمرحلة الاحتيار راح يتابع هذه القناة أم غيرها من القنوات. راح نتحدث عن قناتين، القناة الأولى خاصة بك والقناة الثانية خاصة بفريق. إيش رأيك نتكلم عن الأولى ولا الثانية؟ نتكلم عن قناتك الخاصة. قناتي الخاصة طبعاً باسم ناصر سيف. قناة أنشأتها في عام 2012. الهدف من القناة كان هو تجميع المقاطع المصورة اللي كانت عندي الخاصة بالأناشيد. كنت منشد سابق، وكانت عندي مجموعة من المقاطع سواء في كليبات أو مشاركات في حفلات أمسيات، نعم، وأيضا اللقاءات التلفزيونية، فحبيت أجمعها في قناة يوتيوبية وأعرضها. لاحقا طورت المسألة إلى يعني رفع الأفلام القصيرة، لما بديت في إنتاج الأفلام القصيرة في 2013، نعم، ثم تطورت لمرحلتها الحالية واللي هي إنتاج الأفلام الخاصة بالسياحة حول العالم. خاصة بالسياحة فقط؟ هذا في قناتك الخاصة؟ الآن هي خاصة بالسياحة، نعم. طيب، يعني اللي راح يسمع أفلام خاصة بالسياحة يتوقع يمكن لك مجال خاص بالسياحة، اهتمام أيضا أنك تسافر الدولة وبعد ذلك تصور عنها تقرير وتنزله في اليوتيوب، هل هذا صحيح؟ أي صحيح. متى بدأت الفكرة؟ هي في 2015 لما سافرت لأول مرة لدولة أوروبية مع مجموعة من الشباب. فبما أني أنا بديت في إنتاج المقاطع المصورة، فهم قالوا لي امسك انت الجانب المرئي. أيوة. فصورت الرحلة كاملة وانتجتها في مثل القصاصة المصورة اللي يسمونها الفلوج، فرفعتها على قناتي، ولاقيت يعني تجاوب حلو من المتابعين على مستوى الوطن العربي، يعني من مختلف الدول على مستوى الوطن العربي. فجاءت الفكرة لأن أحول هذه القناة إلى قناة سياحية حول العالم. جميل، حولتها بالنهاية إلى قناة سياحية، ورح نتحدث أيضا عن تفاصيلها، لكن نروح للقناة الأخرى اللي هي قناة خاصة بفريق يعنى بإنتاج الأفلام التوعوية، صحيح؟ نعم. حدثنا عنها أيضا، وكيف بدأت انطلاقتها؟ نعم، بالنسبة لقناة الفريق، طبعا بما أني أنا بديت في 2013 في إنتاج الأفلام القصيرة، واجهتني مشكلة أن شخص واحد مستحيل يشتغل في هذه في انتاج فيلم قصير يعني احترافي شوي، لان شخص واحد مستحيل يكتب سيناريو ويصور وينتج ويخرج كل هذا. فجاءت الفكره لتكوين فريق
ايضا في الوقت اللي كان ما في فريق يعنى بهذه الامور في محافظة البريمي، فجاءت فكرة تكوين الفريق. كوننا الفريق والحمد لله عن طريق المعارف والاصدقاء الموجودين حولي، تجاوبوا معي الاصدقاء بصدر رحب وكوننا الفريق. اول ما بدينا باربع اشخاص، ثم لاحقا الان وصل عدد الفريق الى تقريبا 16 شخص، منوع ما بين كاتب سيناريو ومصور ومنتج ومسؤول صوت ومخرج. جميل. لكن يعني ان تهتموا بانتاج الافلام التوعويه، طبعا هذه فكره هي ما هي جديده على المجتمع وما هي جديده على مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. ايش نوعيه الافلام اللي تصوروها وايضا تنتجوها، وايش الميزه اللي راح تجذبني انا كمتابع اني اتابع افلامكم واترك بقيه القنوات؟ طبعا بالنسبه لانتاجات الافلام القصيره غالبا احنا ننتجها لمسابقات، يعني تاتينا الفكره عن طريق مسابقه معينه نزلت على مواقع التواصل وشفناها فحبينا نشارك، فاتي الفكره على اساسها يعني. فلكن يعني البرامج المميزه لنا في الفريق حاولنا ان يعني نحط افكار جديده. مثلا اول برنامج عملناه كان هو برنامج انستغرامي، ولكن نرفعه على قناتنا ايضا، اللي هو برنامج سنن غافلون عنها. كانت تتكلم عن السنن اللي الكثير من افراد المجتمع لا يعرف عنها يعني، وهي مهجوره. يعني كان البرنامج على مدى سنه كامله ينزل اسبوعيا، يعني مثل حلقات يعني. جاوب المجتمع معانا بطريقة حلوة وتقبل الموضوع، وأيضا في كثير من الردود الإيجابية اللي حصلناها أن نحن ما كنا نعرف عن هذا الموضوع. لذلك أيضا طورنا الأفكار، والسنة اللي بعدها نزلنا برنامج اسمه خلها عادة، وهي عبارة عن أشياء نحن نسويها لكن يعني ممكن البعض ما ينتبه لها. نقول خلها عادة احتسب الأجر يعني. فبنفس الطريقة، وهي عبارة عن تصوير مقاطع شبابية بأسلوب شبابي وعبارات شبابية، فيعني الهدف تقريب المسألة. أيضا كانت في برامج يوتيوبية خاصة بالتنمية البشرية وأيضا التنمية الأسرية، وعندنا ايضا بصناعه القائد. يعني كانوا ضيوف فيها اشخاص ذوي خبره من محافظه البريمي، وايضا تلقينا الردود الايجابيه على جميل. هذه البرامج. يعني هي عده برامج، ضمنها بعضها كان ضمن مسابقات وبعضها كان من جهودكم الشخصيه انكم انتم تصوروا نفس هذه البرامج وتصدروها. نعم. طيب لكن يعني اتوقع ان مجموعه من الشباب، ويمكن هذا السؤال يتبادر في اذهان الجميع، مجموعه من الشباب يعني جهودهم فقط يعني تنحصر في هذا المجال وهي القناه اليوتيوبيه، ايش الحافز اللي جعل هالشباب اللي ذكرتهم حوالي 16 شاب انهم يستمروا؟ هل هي فقط المسابقات؟ طبعا اول ما اسسنا الفريق كان تاسيسه في 1 مايو 2015، مباشره وصلنا اعلان لمسابقه على مستوى السلطنه نفذتها فريق سراج التوعيه ضد المخدرات، فمطلوب اعداد فيديو للتوعيه ضد المخدرات. فاجتمعنا نحن الاربعه الشباب وقدرنا ان ننتج فيلم نشارك فيه في المسابقه. كان الهدف المشاركه في المسابقه والمسابقه على مستوى السلطنه. فلما حضرنا الحفل النهائي، طبعا من بين 17 فيلم مشارك حصلنا على المركز الاول على مستوى السلطنه، واحنا تونا مؤسسين الفريق صار لنا فقط هذا الشهر يعني. فهذا الشيء دفع الشباب انهم تحمسوا اكثر للعمل اكثر والانتاج، قالوا احنا عندنا هذه الموهبه فليش ما نطورها؟ خلينا نستمر. طيب فاستمر يعني الشباب. الجميل اللي لاحظته في هذه القناه انكم حصلتم على 9 جوائز. نعم الحمد لله.
معظم المسابقات اللي دخلنا فيها أو نقدر نقول كلها حصلنا على جوائز فيها، سواء على مستوى محافظة البريمي أو على مستوى السلطنة. إحنا آخر جائزة حصلنا عليها السنة الماضية في 2017 كان في مسابقة إبداعات شبابية، حصلنا على المركز الثاني على مستوى السلطنة في 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 الأفلام القصيرة. جميل جميل. بعيدا عن القنوات اليوتيوبية ناصر، عندك أيضا عندك نشاط في مجال الإنشاد صحيح، ولكن نشاط سابق. نعم، كان نشاط سابق توقفت فيه لبعض الظروف وكذا، ولأني اتجهت للجانب المرئي. نرجع نتحدث على اليوتيوب، وأتوقع هالحركة أبدا ما راح تنساها، يمكن راح تنزلها في اليوتيوب ما ندري. نرجع نتكلم عن قناتك الخاصة في اليوتيوب ناصر. يعني أنت ذكرت أنك تهتم بمجال السياحة، تسافر بعض البلدان وتحاول أنك تغطيها وتقارير خاصة. ما تتوقع أن هذا النوع يعني نوعا ما مجهد، كون أنك أنت راح مستمتع مع نفسك بدل لا تعيش اللحظة وتوثقها مع نفسك، لا توثقها من أجل مشاهدين آخرين؟ حلو. بعد السفرة الأولى مثل ما قلت تحمست أكثر لأني أسافر الدول الأخرى، وأيضا تحمست أني أسافر الدول اللي تقاريرها نادرة في النت أو تغطيتها ضعيفة على الإنترنت. فبدأت أبحث في الإنترنت وخذتها عادة هذه عندي، أن قبل ما أسير أي دولة معينة أبحث بشكل عام وتام عن هذه الدولة من كل الأشياء، سواء المواصلات، سواء شبكات الاتصال، سواء الطعام نفسه، تذاكر الطيران، وكل التفاصيل عن هذا البلد. نعم. فأيضا الشغلة المهمة اللي حاب أذكرها أن السفرات اللي كلها اقتصادية بحتة، يعني ما أحب السفرات المرفهة جداً، يعني فنادق الخمس نجوم والاستخدام المواصلات الفارهة وكذا، أستخدم أقل التكاليف جداً في سفرات، لأنك أنت تستهدف عامة المجتمع. نعم، الهدف الأول من السفرات هو أنا تثقيفي شخصياً يعني، واكتشاف هذا البلد، وثانياً اللي هو قناتي أستخدم هذا. ممكن تقولين كيف تفرق بين أنت استمتاعك شخصياً والتصوير نفسه؟ كاميرتي فيدي وأطالع المعلم، أخذ تفاصيل كاملة عنه، أخذ لي لقطات 4-5 مشاهد من زوايا مختلفة واحتفظ بها عندي، وانتقل للمعلم الثاني. فما أركز كثيراً في مسألة التقاط الزوايا الحلوة وكذا. الحمد لله هذه مهارة اكتسبتها، الزوايا تلقائيا تكون موجودة، وأنا أمر أحصل زاوية معينة أصورها ألتقطها وأتحرك يعني. جميل. فالوقت محسوب بالكامل في خطة محكمة من الألف إلى الياء بكامل، وأحاول أغطي معظم المعالم السياحية اللي أقدر عليها في هذا البلد. لذلك حصلت ردود كثيرة حلوة تقول أنت ما بقيت شيء في هذه الدولة، كل شيء زرته. وأيضا حصلت ردود ممكن تكون شوية سلبية تقول أن أنت مركز على المعالم التاريخية، قلاع وحصون، وهذا موجود في بلادنا، نحن مرمى بالأماكن السياحية الطبيعية. اللي يركز في هذه التقارير راح يلاحظ أنه شملت معظم الأشياء من طبيعة، من حدائق، من قلاع وتاريخ في هذه المنطقة. فما أركز أنا على القلاع ولا أركز على الطبيعة، أركز على أحاول أغطي معظم الأماكن السياحية الموجودة. جميل. كسؤال أخير، متى يعني أو كم توصل عدد المشاهدات في القناتين؟ في القناتين الحمد لله الآخر إحصائية عملتها قبل شهر تقريبا في قناتي الشخصية، الحمد لله يعني وصلت عدد المشاهدات ككل إجمالي المشاهدات للمقاطع السياحية قريب 1,000,000 مشاهدة، حوالي 980 أو 970 ألف. جيد. وأيضا في قناة الفريق تعدينا 500,000 مشاهدة لكل المقاطع اللي نزل. جميل. احنا نتمنى لكم كل التوفيق ناصر الخميساني، وأيضا نتمنى لكم أنكم تستمروا في هذا المجال إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك. يعطيكم العافية.
إذن مشاهدينا هذا كان حديثنا في فقرة شبابكم مع ناصر الخميساني والحديث عن منصة اليوتيوب. إلى هنا وصلنا إلى الختام، ختام هذه الفقرة، ولكن متواصلون معكم. هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من شبابنا والنعم. الملتقى يتجدد الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء. وصلنا إلى ختام فقرتنا حلقتنا. زين أتكلم ختام منه. أتمنى ما غيرت رأيي، إن شاء الله ما غيرت. قولوا ما شاء الله، زين قولوا ما شاء الله.